Hi everyone, welcome back to my channel. إن شاء الله تكونون بألف خير يا أحلى عائلة في الكون. شوفوا ناصر شو مسوي اليوم. ناصر lost his mind. خلاص اشترى أول روبوتين ومو قادر يوقف. حالته الحين لا يوقف لا يوقف. شوفوا شو جايب. DJI روبوت جايب ثلاثة. هذا الروبوت اللي يبناه ليوسف ما عجبه، يعني ما كان مثل ما هو متوقع، فردينا وقلنا نجيب له هذا بداله DJI شو اسمه روبو ماستر، هذا اللي يقول لي عنه. ما ادري شنو فيه والله، بعدين نشوف، بس ان هذا المفروض احسن من اللي كان عنده. فقلنا عشان ما يتهاوش مع ريان يبنى هذا واحد ثاني، والثالث انا وناصر اذا نبي نلعب معاهم. فخلونا نبطلهم ونوريكم شو يسوون. جايز اعتقد يوسف يحب هذا، انا للحين مو متاكده، بس شوف الكاميرا فوق. شلون تتحكم فيه هذا بالتليفون؟ بالتابلت او التليفون. يعني ابلكيشن، وهني مثل مسدس في طلقات عاديه والجل جل بولتس، والطلقات اي ثينك الطويله العاديه الفلين، صح ناصر؟ يا فيوسف وايد يحب المسدسات. في الحلو برضه لما نسوي شو اسمه وي كان فايت اتس ليزر اتس نوت هيتينج برضه. يا ان شايفين الليزر تاج اللي بعيد ميلاده، احنا رحنا حجزنا بهذا المكان بس عشان لعبه الليزر تاج. يوسف يحب المسدسات الليزر. هذا سيدي، هذا يوسف بده اياه. يا ما شاء الله، هذا بده تجميع. اوه هذا يبي تجميع، ايش معنى هذاك مجمع؟ اوبن بوكس. بس واو لوك ات ذا بولت. هذول مش بولت، هذول بولت. نو هذول مش بولت. بولت اتس نوت بولت. وات از ات؟ لوك التايرز، لوك كيف التايرز. اوه هذا تجميع التاير. واو وهذا كله لازم يتجمع. بس اخر شيء وريني هذاك شكله. بس جايز بعد التجميع راح يكون هذا شكله. والله شكله يخوف. جايز هذا يمشي على جنب قدام ورا، يعني حتى اون ذا سايد، يعني يمشي على جنب. ما شلون يمشي على جنب. اي ثينك التواير، اي ثينك التواير هذيل الخطوط اللي على التاير نفسها تدور. يا يعني هسه مثلا لو بتلفي هيك هذولا بيمشوا. يا يمشي على جنب ما ادري شلون. بعدين ان شاء الله وي بيلد ذم ونسوي تحدي. يوسف قال لي ما تفتحوش ولا تجمعوا الا لما اجي. يوسف يبي جمعه معك؟ يا ريان وريني البطاريه. الله بشوي شوي ماما عشان ما ينكسر. ريان توائية من المدرسة. يلا ريان هي من المدرسة ويقول أبي أستعرض لكم الروبوت مالي. الله واو خلى شوت علي. وشلون يتحرك؟ قال شوف شلون يمشي بكل الاتجاهات. I'm building it. الحين حبيبي. يوني. جايز هذا فيه جل بلاستر، الجل بولت، وفي البولت العادية، وفي ليزر تاج. جايز خلوني أوريكم على السريع إيش قاعدة أسوي داخل البيت. حاطة العدة. طبعًا أنا شريت هذه القزاز هني، كنت حاطتها هناك. بس شكلها ما كان حلو وما اقدر احط فيها اي شيء والرفوف مالتها تطيح، فشلتها حطيتها هني لين نثبتها على الطوفه. لازم تثبت على الطوفه لانها مايله، واي شيء احطه داخلها الرفوف تطيح وكلها قزاز، فخفت انها تتكسر. فجبت بدالها هذه البيضه، وان شاء الله تكون كانها تكمله للمطبخ، يعني احطها هني تكون تكمله للمطبخ. والحلو بهذه يعني اللي خلاني اشتريها ان اقدر احط اكثر من وحده يم بعض ويصير شكلهم كانها قطعه واحده. فبالبدايه جبت قطعه واحده، جبت ماشي يسمونها مكتبه ولا شنو، المهم جبت واحده بحطها هني الحين، واحط عليها انا شنو اللي عندي. عندي جايز سوري المطبخ تونت شو اسمه ما كلين، فبعدي ما حطيت المواعين بالدشواشر. فعندي الاير فراير والكيتشن ايد، وعندي هني جدر الضغط، فعندي شويه اشياء ما ادري وين احطها. فللحين قاعد احاول، مثل ما انتم شايفين المطبخ مو وايد كبير، فقاعد احاول اوسع بهذا المكان.
فهذه الحين بركبها مثل ما انتم شايفين، حاطة اغراض التنظيف، احب انظف كل الخشبة بروح وبعدين اركبهم وبحطهم هني واوريكم شكلها بعد التركيب. واذا جايز عندكم اي اقتراحات بليز قولوا لي، لاني قاعدة احاول اسوي اللي افهم فيه واللي اعرفه، بس اكيد اكيد انتم عندكم اقتراحات حلوة وتعرفون اكثر، فاللي عنده راي اللي عنده اقتراح خلوا لي اياه بخانة التعليقات، لاني وايد احب اقرا تعليقاتكم. بوريكم الحين اللي راح احطها هني، وهم امي اقترحت علي اقتراح ثاني، قالت لي اجيب الرفوف الحديد واحطهم بغرفة الغسيل اللي هناك، هناك عندي طوفة فاضية ما فيها شيء، فقالت لي احط اقدر استقل طول الطوفة كلها واحط رفوف حديد واحط عليها يعني اجهزتي والاشياء اللي ما استخدمها، بس انا احب الاجهزة تكون بمكان واحد، ويعني ان على طول استخدمها مو كل شوي اشيل واحط، احب احطه مكان واخليه ثابت. فخلوني الحين اركب هذه كلها واحطها هناك واشوف شو يطلع معي، يمكن احط واحدة يمكن اغير رايي وازيد واجيب الثانية فتصير كل المنطقة مسكرة، فوي ويل سي. قلت بس اوريكم على السريع الحالة اللي انا فيها. شايفين جايز؟ ركبت خشبة واحدة قعد ساعة، فالحين اركب كل هذيلة. حطي لي هني اني محتاجة درنفيس عشان اشد هذه البراغي هذيلة، بس احلى احلى اختراع، واخذ فيني ثواب ناصر لما جاب لي هذا. شوفوا جايز الدرنفيس قوي وسريع، يعني بثواني يشد البرغي. وضحت الصورة، هني الأدراج وكبت واحد وهني كبت بابين. ايش رايكم جايز نمدد المطبخ شوي عشان يصير اوسع؟ فكذي راح يكون هني كبت باب واحد بابين وهذيل الأدراج. خلوني اكمل وارجع لكم. واو جايز توني خلصت تركيب الهيكل مالها، بقى بس الادراج اسوي الادراج، هذول هما الحين اركب الادراج والبيبان، بس طلعت اكبر من ما تخيلت. انا تخيلتها يعني ليهني ليهني. طلعت اكبر، بس يلا ما عليه، لازم احرك الطاوله واضبط المكان، بس كان شايكم بشكل عام يعني انها وسعت المكان شوي صح. جاي معاها مقاضب، خليني اوريكم. جاي معاها مقاضب ذهبية، فما راح احط هذيلة، بروح السوق وبشتري مثل هذول عشان يصير لك كأنه قطعة واحدة، يعني كأنه جزء من المطبخ. الحين مبينة كأنها مكتبة غرفة، بس ان شاء الله بكملها وبشوف ايش يطلع معي. وجايز قولوا لي احط الاجهزه فوقها ولا اخليها فاضيه ولا احط ديكور، ابي رايكم. يعني انا كان ودي احط الكيتشن ايد والاير فراير عليها، بس ما ادري اذا راح يطلع زين، يعني هو يعني هي شقه anyway، يعني لو كان بيت كان الواحد الوضع مختلف، بس لان شقه والمساحه محدوده فما ابي ازحم المطبخ بالاجهزه، فقلت احط الاير فراير والكيتشن ايد والجدر الضغط على هذه على المكتبه. ذاتس واي اخترتها لايك ذس جايز. من فوق شوفوا لها حافه، لها حافه زين، فخلوني اكملها، بس ما راح احط المقاضب اليوم، اوريكم ان شاء الله المره الجايه لك بالفيديوهات الجايه لما اروح واشتري نفس هذولي. يا صباح الخير جايز، قعدت الصبح على ريحة القهوة، لقيت ناصر قاعد يسوي لنا قهوة تركية، فن فن واحتراف. صباح الخير جايز، شلونكم؟ يا هاي ايفريبادي. ريان لابس الجلافز مالت البوكسات. Those are punching gloves. Punching gloves. Anyway guys، امس مثل ما شفتوا امس بالليل كنت اركب هذه لان مطبخ صغير، سوري جايز على اللماعين، بس امس طول النهار اشتغلت بهذه وما سويت اي شيء ثاني، فجايز مثل ما انتم شايفين مطبخي شويه صغير فكنت ابي اوسعه. امس خلصت من المكتبه وما حطيت هذيل القضابات لان طلبت مثل هذولي من امازون، وراح اكمل احطهم هني، راح احطهم على هذه فيصيروا كأنهم جزء من المطبخ. نية الحين للموضوع الثاني الحلو هذا
جايز تو يوسف وريان قعدوني من النوم فاجئوني اليوم عيد ميلادي فقعدوني قالوا لي مسوي لك مفاجاه كسرت خاطرهم شكله امس جايز امس صارت مشكله بهذه المكتبه ان الكبتات كانت بيناتها فتحه فعلى بالي انهم دازين لي قياسات غلط بس ناصر صلح لي اياها ضبط الحدايد الهنجز اللي داخل والحمد لله طلع ما فيها شيء فاليوم قعدت الصبح قعدوني يوسف وريان قالوا لي تعالي شوف ايش جايبين لك فاول شيء جايبين لي كيكه بالثلاجه فكلها يعني last minute thing فما خططوا ولا اي شيء قعدوا الصبح شكلهم راحوا وتسوقوا فقلت ماني مبطله الهدايا الا معاكم فالحين بخلي ناصر يمسك الكاميرا ونشوف ايش جايبين. السلام عليكم. اليوم عيد ميلاد حبيبه القلب وصحينا الصبح انا والاولاد طبعا ما لقيناش وقت كافي قبل فجبنا لها هدايا هيك على السريع بس راح نعوضها بالليل نحتفل بعيد ميلاد يوسف نسينا عيد ميلادي يا فاليوم ايش جبنا لها هدايا هيك على السريع نبلش واحده بواحده يلا حبيبه القلب اول واحده هاي واحده ريان اول واحده اللي على جنبك هذه ما تريان يس اصغر واحده بكبر واحده رياني ثانك يو ومزين بعد حاط لي ديكور طبعا ريان مشكلجي قال بجيبها اذا ما جبتهاش امي باخذها انا اوكي سو اول شيء الله 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 شنو هذه دايبر باك ليش ريان ناوي اني بيها ولا شنو شنطه شنطه مو دايبر باك 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 اتس باسبل ستايل نو باك باك نو الله الله شوف ريان ايش جايب لي بس ما دايبر باك حبيتها ثانك يو ذس از فور ادلتس Yes. You are adult. إيه ماما حلوة. تعال بوسلي. خلاص it's okay. الله جاي شوف ريان إيش جايب لي. حبيبي ذوقك حلو ماما. يدري إني محتاجة جنطة حق الرحلات لأن ما شاء الله عندهم 5 رحلات الشهر. هالشهر يعني راح يطلعون 5 رحلات. فمحتاجة والله. والكرت تبعه. والكرت يا عمري مسوي ماتشنج الألوان. حبيبي انت تعمدت يوماتش الالوان الباق يوسف اختاره يا روحي يا سوسو يوسف ذوقه حلو مكتوب هابي بيرثدي وش كاتب لي ريان وش كاتب لي الله رايان هاي مام اي لاف يو سو ماتش حبيبي كرته حلو ثانك يو عمري حلوه هديتك يلا نشيلها نشوف اللي بعده يلا اللي بعده اللي بعده هذه مالت منو؟ هاي مالتي مبينة شو هي؟ يقول لي ناصر ناصر الله الله متفقين طبعا جايز إذا تشوفون شمومي أنا قاعدة درعت البيت توني قاعدة الله 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 يما بالحوض 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 الله جايز اللي عرفني يدري إن أنا ما أحب الورد اللي قاصينه أحب تكون زرعة عشان ما تموت الله حلوة yeah. حلوة يا جايز ايش رايكم باللون هذا لوني المفضل ثانك يو ناصر حبيبتي سو هذه راح اخليها على المكتبة هذه yeah. حلو شكلها مع الابيض وفي كرت جوا الباك نشوف في كرت هم داخل عادي اقرا لهم اياه الله جاي شوف الضوء الحلو جايز انا دائما اقول لناصر لو جبت لي كرت دائما حط التاريخ واسمك يعني عشان ليتر لما اخش يعني مع الكروت اكون عارفه هذا متى جاني وليش اوه هني جود بس ما حطيتش التاريخ يا بس لا لازم نحط التاريخ نعرف اي سنه انت جبت لي اياه ماشي لان انا احب اخش هذه الاشياء ذا لاست one مالت يوسف هذا اللي حذرني منها يوسف هذا اللي يقولي لا تجيسينها من فوق الله يستر شنو تتوقعون وي كيف ذا بيست تو ذا لاست تو ذا اند يما يما هي سبيند ا لوت اوف تايم جاست بوتينج وات خايفه اطلعها لا أنا طلع أنا طلع هاك أنت طلع أنا بطلع الكرت يلا صورها داخل باك يوسف what a crazy gift it's صبارة
بس ليش يبني صبارة يعني؟ He wants something to last forever. Oh, عشان it lasts forever. عشان ما تموت خلاص تظل عايشة للأبد. بس حلوة. بس ليش ذايبة؟ هي الخنقة شكلها بالبس. عشان من الظلمة يا. بس حلوة ناعمة. كاس فيها دبابيس. الله شوفوا. يوسف I love the pink vase. حلوة هذه. أنت اخترت اللون بعد؟ هو اختار كل شيء. There's only pink I think. حبيبي. But. فيا بالصبارة عشان تعيش للأبد يقول. حبيبي ماما. So nice. I love all the gifts. So خليني I remind them بالهدايا. الجنطة. والورد. والصبارة. والكيكة الحين بطلعها هم يشوفونها. هذه الكيكة كل هذيلا I think. ريان حبيبي تعالي. No. This is really sharp. Yeah. I can't even touch it. Don't touch it. Oh, he touched one in the store. What happened? I didn't feel anything. I touched the كيس طلعت الكيكة بشب لشموع أطفيها معاكم وبعدين نحتفل وقت ثاني لأن الحين ناخذ الكيدز يتغدون بس قلت أوريكم الكيكة شيء بسيط من الجمعية اليمنى بصراحة ما كنت متوقع أي شيء من هذا ولا شيء كنت متخيلة نحتاج لكم منعفف Thank you حبيبي رياني تغني لي Happy Birthday Happy Birthday to mommy Happy birthday to me Happy birthday to dear mama Happy birthday to you يلا كلنا نطفيها يلا يلا ياي So guys قررنا نتعشى بهالمكان شكله في عاصفة تبي تبدأ في رعد ومطر قاعد اسمع صوت رعد ومطر So guys هذه الابتايزرز يعني المطعم هذا لأن في حركة حلوة يسوونها أول مرة نيجي أن عندهم الستون هذا كم حرارته 755 حرارته فهرنهايت فهذه الابتايزرز جابوا لنا البريتزلز مع لايك تشيز ديب وما ادري شنو هذا something I think it's garlic garlic something وهذا الفولكينو شريمب لوك كيف التشيز بابلينج جايز شكل اكلهم وايد حلو ان شاء الله يطلع الطعم نفس الشكل او ماي جاد في دخان هذا الدخان ميو يطلع عندنا تقول ما شايفين خير جايز او حاطين جايز على بالي الصخرة هذه زينة هم هذه حارة yeah. شوف الجبن واو هذا شريمب يو لايك شريمب يا لهوي يوسف شاي شريمب شايفين الجبن شلون يطلع دخان هذا شلون ناكله طيب يو ونت تو تراي شريمب ليش اشوف جايز اول شيء جربنا الفولكينو شريمب كلمة حلو شوية عليه شكلنا راح نيجي وايد هالمطعم جايز اتس سو كريسبي مقطعينه قطع صغير ازت الشريمب صغير ولا مقصصينه صغار او اتس بيبي شريمب اتس بيبي شريمب سو جايز اتس سمول حجم الشريمبات صغير حجم الشريمب صغير ومسوينه كريسبي لايك مقلينه عدل يام والصوص حلو جايز يوسف ريان ما يحبوا الشريمب بس ريان حبيت هذه هذا حبيته يا حلو صح I love it خلي يوسف يجربه اكل واحد وهي واو حلو واو جايز والله اكلهم حلو سو فار هذا احلى احلى سي فود يا Are you sure? Let's see the bubbles. Is it very hot? Wow. Guys, the food is amazing. هذا بس الابتايزر حبينا. Is it too hot? Can I? يلا خلونا ندبها. يلا خلونا ناكل الابتايزر وراح اصور لكم المين كورس. Guys, الفترة الأخيرة يوسف صار very picky بالأكل. ما ياكل أي شيء. هو قبل كان ياكل كل شيء بس الحين صار مو أي شيء ياكله. فهذه أول مرة أشوفه عاجبه كل شيء
ليه الحين احنا بالابتايزرز. هاي يوسف حلو هذا المطعم. حياتي انا مستغربه ان ريان ياكل الشرم. هاك حبيبي حلو. يلا امشور ان صوت حلجك طالع بالفيديو. مستمتع ناصر. ناصر عطوه ستيك شرم اي شيء مقلي مشوي. هاي إيه هذا ستايل. مو بس انت والله الاكل حلو والله وايد حلو. For well done, you're going to want to leave it on its side for about a minute and then flip it and let it sit for another minute. قاعدة تعلمنا شلون نطبخ الستيك على الصخرة. And for the shrimp, you're going to want to leave it on its side for at least a minute or so until it gets a good white color. And you can flip it again. Yay. All right. There you go. Thank you. Welcome. I'm not sharing with anyone. This is mine. Yeah. And I got green beans. Thank you. So, Yusuf, شنو طلبت? Mac and cheese and a cheeseburger. Yusuf طلب mac and cheese and cheeseburger. Ryan طلب fries and cheeseburger. Guys, كل الصفون حارة هني. أشوف. ناصر طلب steak. حطي لك واحدة شرم. هذه زبدة ودبينج صوص وهذه سكالب. أو في مور شرب بس هي حاطة. هي علمتك. شايف هذه الصخرة اللي أقول لكم عنها. إحنا هنا البطل بس عشان الصخرة هذه. شايفين؟ كيس هذا الديزرت. براوني آيس كريم هات فاج وافل. لو ما كان عيد ميلادي ما كنا طلبنا بهالحجم. That's really cool. بس كنا مدام عيد ميلادي بصور لكم المطعم. فطلبنا أكبر ديزرت. Guys توني رديت البيت عديت على سيفورا على السريع قلت بجيب لي ليب تنت اللي عندي مخلص. خلوا أوريكم الشيفت. كنت رايحة بجيب من بنفيت ليب تنت بس لقيت براند جديد وقلت اجربهم الحين ابطلكم واوريكم شلون صايرين. بس they were so nice ان دروا من بطاقتي ان اليوم عيد ميلادي فقالوا لي اختار هدية. فكان في سكين كير وكان في عطورات ومكياج. فانا كنت ناوية anyway ان بعد ما اخلص السكين كير اللي عندي اجرب شيء جديد. فقلت بما انه they're offering سكين كير فاخذته وانا اوريدي سامعة عن هذه الكولكشن. فقلت اجربها بالهدية واذا عجبتني اجيب شيء اكبر. خلوني بس ابطل هذيلة واوريكم شلون صايرين. نشوف شنو اخذت. فاللونين اللي اخذتهم بيرل وكورال هذول اللونين اخذتهم. الحين ابطل لكم الثاني تشوفون لونه. فهذه الوانهم ما ادري اذا مبين. احطهم على الطوفة عشان يزوم. هذه الالوان جايز هذا شفاف يعني لما ينحط شفاف وفي لون. فحبيت هاللونين. في يمكن اكثر من 10 الوان. Anyway guys وصلنا لنهاية الفيديو. أخليكم الحين بحفظ الله ورعايته وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي.